الناس اتفاجئت بصدور مسرحية الشعرية هولاكو في معرض الكتاب، ودي سابقه، هي الاولى من نوعها. دايما حضرتك المسرحيه تتعمل على المسرح الاول وبعد كده تطلعها في كتاب. المره دي ما كانش زي المرات اللي فاتت. هولاكو سامح الله هولاكو، هولاكو بتاعي يعني سب... انما هولاكو التاريخ لا لا يسامح ابدا يعني. أنا مرت بظروف، لأن أنا كتبتها يمكن بعد غزو العراق على طول 2003. وكان في تقديري يعني أنا بختار لحظة تاريخية، بختار مكان، بختار أشخاص. ودايما انا بفتش في التاريخ كده وانا قارئ جيد للتاريخ عن المناطق اللي ممكن تستهويني وتحمسني ان انا اقف عندها. فهولاكو انا حسيت انها لحظه تاريخيه اولا متشابهه جدا. الرموز والاحداث قد تكون طبق الأصل متكررة كمان، متكررة كما لو كان يشابه. التاريخ بقى إيه بيعيد نفسه. المشهد الأول اللي حضرتك بتستهل بيه المسرحية الشعرية في وهي بين دفتي كتاب من دار الشروق، بتقول البداية من ميدان الخليفة المستعصم ببغداد. ينتصب تمثال ضخم للخليفة على يمين خشبة المسرح، بينما تكسو باقي خشبة المسرح بعض من أهم معالم العراق التاريخية. صحيح، أنا أخذت ركيزة من التاريخ، ولكن لكي يعني يحصل مش هقول إن بما يحصل تطابق ما بين اللحظتين وفي المكان وفي الأشخاص وفي الأحداث. يعني بالنسبة لك سقوط بغداد، بغداد دي ممكن تبقى دمشق، ممكن تبقى غرناطة، ممكن تبقى القدس. بالضبط كده، هي نموذج متكرر. يعني هي ما كانتش الواقعة الوحيدة، لأن كما سقطت قرطبة أو سقطت الأندلس وسقطت أماكن كثيرة أخرى. وحتى أوصل لدرجة بقى أتجاوز كما حدث في غزة في الأسابيع أو الشهور الأخيرة. ما الفرق؟ عارف يا أستاذ هاروق، في حتت في المسرحية الشعرية لو ما حدش عارف تاريخ كتابتها هيقول إن أنت كاتبها على اللي بيحصل في غزة دلوقتي. بالظبط كده، في الجزء اللي كاتبه في صفحة 30، الحديث على لسان هولاكو. ايوه، المفروض انه قائد جيش التتار، بس انت لو تخيلت الموقف دلوقتي هتشوف انه النص ده وكانه النهارده. هولاكو بيقول، هولاكو الغازي المستعمر المتوحش بيقول: انا رجل بلا تاريخ، ولي وطن بلا تاريخ، من اجل هذا اكره التاريخ، اجعل حاضرك هو التاريخ، واجعل قوتك هي التاريخ. هي التاريخ، ولكي نقيم تراثنا، ولكي يكون لشعبنا مجد وسلطان وقوة، اهدم تراث الآخرين، اقطع جذور الأمس واحرق حرمة الأوطان، اهدم هنا قصرا، دمر هنا أثرا، احرق هنا كتبا، وكن أنت المكان مع الزمان. إن كان هذا الأمس بستانا تغني فيه أسراب الحمام، أحرقته وجعلته قبرا تئن على بقاياه العظام. أغلق بيوت الله، لا تترك صلاة أو صياما في حمى القرآن، وامنع صلاة الفجر في رمضان، كي يصبح الأمس البعيد ظلال ذكرى ضائعة.
انا شايف غزه بالظبط هو كده. طيب معلش الكلام ده حضرتك كتبته بديت في كتابته 2003، انما انهيت المسرحيه الشعريه. انا انهيتها يعني هي اخذت مني حوالي 4 سنين. المسرحيه بتاخد مني يعني انا عملت 4 مسرحيات خدوا من عمري 16 سنه وفيهم نكفه حوالين ظهورهم او عدم ظهورهم. ده كل مسرحيه كانت بمشكله. كل مسرحيه كان لها مشكله، يعني قولي كمان خدوا 4 سنين يبقى انا كملت. اي بس في هذه الاثناء كان في حاجات تانية، يعني كان في قصايد وكان في مقالات صحفيه وكان في مقالك العظيم في اهرام الجمعه ويبقى الشعر، يعني كان عندك مشاريع اخرى. يعني كان عندي مشاكل اخرى. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.